تمام. استاذ مارك سعد، اهلا بيك. اهلا بيك محمد. حابين كده بشكل سريع نتكلم عن روبو جاردن. اكيد. قول لنا ايه اللي بتعملوه ومين استاذ مارك سعد؟ طيب انا بزنس ديفلوبمنت مانجر في روبو جاردن ايجيبت. روبو جاردن ايجيبت موجوده في مصر من سنه بس. هي شركه كنديه الاصل. احنا موجودين في 16 بلد في العالم. روبو جاردن احنا بنسمي نفسنا ايديوتينمنت سيرفيس بروفايدر. احنا بنقدم ايديوكيشن بس بطريقه انترتيننج، عشان كده ايديوتينمنت. جميل جدا. عندنا كذا سيكتور، سيكتور للجونيورز، سيكتور كبير قوي للجونيورز، وسيكتور كمان لليوث والسينيورز. حلو قوي. للجونيورز، وده اللي احنا جايين نتكلم عليه النهارده، عندنا برودكت كبير قوي اسمه بلاي جراوند. ده رود ماب طويله جدا، الولاد بيخشوا يتعلموا كودينج ويتعلموا ديفلوبمنت بس بطريقه انترتيننج. تعرف الكود في الاول ما حدش بيبقى عايز يشوف كود، ايوه كومبليكيتد جدا وتقيل. فهو بيشوف جيم، هو بينتراكشن في جيم فيري دايناميك ريسبونسيف، فيها ديباجنج سيستم لذيذ جدا. فالولد بيلعب جيم بيبروجرس فيها، بيعمل ميشنز، بعد كده ادفنتشر، بعد كده جيرني كبيره. ده من كام سنه تقريبا؟ ده احنا بقى دي الفكره، الميزه الحلوه ان احنا كيتو 12، احنا من جريد 1 لحد جريد 12. الرود ماب دي الستودنت يقدر يخش في اي وقت من الفئه العمريه اللي هو موجود فيها. يتعمل له ريكاب صغير ويكمل، فيبدا يتعلم كودينج لانجويجز، يقدر يشتغل بالكودز دي، ان هو يبدا يعمل بقى في الاخر في الحته الادفانسد، يبدا يصنع حاجه، يبدا يعمل اب لنفسه، جيم ديفلوبمنت لنفسه. وفي ناس بتعرف تابلود كمان جيم كامله على ستور اونلاين ستورز. حلو جميل بالزبط. ان شاء الله. انت في ديفيجن صامت 2024 اول مره صح كده؟ اول مره مظبوط. اوكي. شايف ايه الاستفاده اللي كانت خلال الايام؟ استفاده كويسه تعليم. من حاجتين دلوقتي، الاديوكيشن محتاجه تكنولوجي. حلو. وبصراحه اديوكيشن سامت السنه دي جمع الحاجتين دولت، الناس اللي ليهم علاقه بالاديوكيشن بس اللي بيدوروا على التكنولوجي جوه الاديوكيشن. حلو. فهو ده بالظبط الكور اللي احنا بندور عليه. جميل جدا. من ضمن الاستفاده اللي انت استفدتها، تمام، شايف تنصح اي شركه هتكون موجوده في ديفيجن سامت 2025 ان شاء الله، ايه الاستفاده اللي يحضروا ليها عشان يستفيدوا اكتر؟ يعني بص، الاودينس اللي جم او الترافيك اللي عدى علينا متنوع. حلو. منهم ناس انترستد بسولوشنز ليها علاقه بالاديوكيشن، ومنهم ناس كور اصلا اديوكيشن. جميل. فكل ما البورتفوليو بتاعك يبقى فيه دايفرس اوفرنجز وعندك حاجات تقدر تقدمها، ديفينتلي هتلاقي اللي بيدور هنا عليها. حلو جدا. الاي اي منتشر بشكل كبير جدا قوي. هل بتستخدموا الاي اي في الشغل الخاص بيكم؟ جدا. احنا عندنا اصلا كورسز ديديكيتد للاي اي والماشين ليرنينج. حلو قوي. وعايز اقول لك انه في كورسز، وبنعمل بوت كامبس، كامبات صغيره كده للولاد الصغيرين من اول سنه 8 سنين يتعلموا اي اي. حلو جدا. فطبعا الموضوع بقى مش فيوتشر، بقى بريزنت، يعني بقى لدلوقتي مش لقدام. حلو. انتوا موجودين اونلاين واوفلاين صح؟ احنا موجودين اونلاين واوفلاين بطريقه هايبريد. ساعات عندنا اوفلاين كورسز تماما، وعندنا اونلاين كورسز، وعندنا كمان اونلاين كورسز مع فاسيليتيترز وانستراكتورز من كندا. اوكي. وبياخدوا الولاد شهادات في الاخر من كندا، من جامعه بوفالي كوليدج، وحاجات تانية او كورسات تانية من جامعه كالجري من كندا. موجودين اوفلاين واونلاين. حلو جدا. محتوى الفيديو منتشر بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره. أكيد. في كل البيزنس، هل البيزنس الخاص بيكو بيستغل حاليا محتوى الفيديو في الماركتنج الخاص بيه ولا لا؟ ده 100%. حلو جدا. شايفين ايه الجديد اللي ممكن تعملوه في محتوى فيديو يبقى بيوعي الناس من خلال الفيديو؟ اوكي. الفيديو هو من الحاجات اللي بتوصل بصور، لان فيها صوت وصوره. حلو. فانت عايز توصل مسج، اسرع حاجه ان توصلها ثرو فيديو. دلوقتي اصلا حتى كل السوشيال ميديا بلاتفورمز بتبوش الانجيجمنت على الريلز او الستوريز او الفيديوز اللي هي تبقى صوت وصوره. فاحنا دلوقتي في اي ماركتنج ماتيريال او اي كامبين بنعملها، بنعملها بي ار محترم، وبيبقى مدعوم بفيديوز عشان نعرف نوصل لاكتر اودينس احنا محتاجينها. حلو جدا. هل في اي اوفرز معينه معموله للناس اللي حضرت ديفيجن صامت 2024؟ عاملين اوفر. احنا عندنا بوت كامبس هتبدا ان شاء الله بعد رمضان، بس الحجز بتاعها هيبقى في رمضان. أوكي. فعاملين ايرلي بيرد للناس يعني بسبب ايديوفيشن، عاملين 25% اوف. جميل جدا. تمام. شرفت بيك جدا. انا شرف ليا. كتر خيرك. ميرسي يا محمد.